فيديو جديد معاكم ايمي من قناه ايمي وهنونه. النهارده ان شاء الله جوله جديده هنا داخل سوق الانصاري بمحافظه السويس. هنشوف مع بعض بقى تشكيله من انواع الاسماك بتاعه البحر الاحمر، وكمان الاسعار الايام دي عامله ايه، وحركه البيع والشراء طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. هنشوف مع بعض بقى الاسعار يا ترى نزلت شويه ولا لسه عاليه زي ما هي. تابعوني، يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. دلوقتي بقى ندخل عند الحاجة أم حازم الكومي، المرأة الحديدية. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ ازاي صحتك؟ حلوة الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيبة. طيبة يا حبيبتي. سنة سعيدة عليك إن شاء الله. علينا وعلى الجميع إن شاء الله، على المسلمين كلها يا رب. إيه أخبار الأسماك الأيام دي وحركة البيع والشراء؟ ما شاء الله الحمد لله، ما بقولش إلا الحمد لله. طب في اقبال على الاسماك؟ الناس بتيجي السوق ولا بتخاف تنزل؟ البنيه خافوا من ايه، بينزلوا والله على بينزلوا كله موجودين. شوف مع بعض اسماك الكونيل بقى، السهريه بالصلاه على النبي ما شاء الله. شايفين السهريه مطرخه كلها مطرخه، دي بتاعت الكونيل مش كده؟ سعرها كام؟ 110. دي 110 وشكلها جميله جدا شوية. دينيس كمان، ده موسم البطارخ بتاع الدينيس. دينيس مبطرخ. اي سمك تلاقيه مبطرخ دلوقتي. ده قنال برضو؟ كله من فنارة من عندنا. سعره كام؟ 110 برضه. 110 برضه، يبقى الدينيس نفس سعر السهلية ب 110. ده عروس كبير. ده بسم الله ما شاء الله. عروس كمال وبلدي. قليل لما بشوف حجم العروس كبير. اللهم صل، الوسط بتاعه موجود برضه. ما شاء الله، دي كام كيلو؟ دي تعمل ثلاثة. ثلاثة بتتعمل ايه بقى؟ يعني جزل، الشوي، تتفتح سنجاري، كل خير ربنا صينية. سعرها كام؟ 103. كل حاجة ماشية، ما تخافيش. يعني مشوي ومقلي وشوربة ومشوي. بتعمل كذا حاجة يعني. بتمشي على طول مشوي. وده ودي الصغير منها؟ وده الصغير منها؟ ده عروس برضه وسط بتاعه، وفي أصغر من كده. نفس السعر؟ نفس السعر، وفي أصغر من كده برضه عامل 100 جنيه. ده اللوت، ده اللوت ثواني بس. وريني الحاجة ده حط يا باسم. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين سمكة اللوت زي ما احنا شايفين جودتها باينة من العين، والسمكة ماسكة نفسها. الصلاة على النبي. سعرها كام؟ 75 مشتري. 75؟ جمبري. ده الجمبري بقى زي ما انتم شايفين كده. سعره كام الجمبري ده؟ 150 140 ده الأول. 140 جنيه. دي لاشته. دي سمكه ايه؟ لاشته؟ لاشته الكمال. بتعمل ايه لاشته دي؟ حاجه مقلي ومشوي. دي مقلي ومشوي ببطنها كده ولا؟ جميل جميل والله. سمك يا بود يا صاحبي. سعرها كام؟ 70. 70؟ دي كابوريا نيت. دي الكابوريا بقى بتاعت القنال. ايوه هي القنال النت الجميل. صل على النبي. وبطرخه؟ اللهم بطرخه وصحية كده. اللهم صل على النبي كلها بالله. اللهم صل على النبي. سعرها كام؟ 150. 150؟ ماسكه سعر، ودول عشان الكريسماس. والله الاسعار في الكريسماس بتبقى عاليه. ليه بقى عاليه؟ ما اعرفش. عشان العلاقه، عشان الكريسماس. الجمبري والسوبيا والكابوريا بيغلى في الكريسماس بالذات. جمبري وسوبيا وكابوريا بتبقى الحاجه دي مطلوبه اول حاجه ليهم، عشان الفنادق والمطاعم والحاجات دي ولا ايه؟ تمام. عشان العيد يعني. عشان العيد بتاع اخواتنا المسيحيين كل سنه طبعا وهم طيبين. السوبيا البلدي حاجه يعني بياخدوها. السوبيا والسوبيا برضه. السوبيا بلدي وكنال. اللهم صل على النبي. السوبيا طبعا. السوبيا في السويس او السبيت مش بتتنضف، بيبيعوها كده. لا يعني حاجه متنضفه تبقى مجمده. دي البلدي بتاعتنا بتاعت السويس. دي حجمها قد ايه دي تقريبا؟ دي تعمل كيلو مثلا. كيلو؟ في كيلو، في نص كيلو، ربع كيلو. السوبيا الخضراء بتاعتنا؟ السوبيا بلدي وكنال 120. 120 جنيه؟ زي ما انتم شايفين كده. ده القاروص الوسط الصغير بقى. الوسط بتاع الكبير. ده الوسط. ده الوسط. بكام الكيلو؟ الكيلو اللهم صل على النبي ب 100. السمكة دي اسمها شفش ولا ايه؟ لا لا لا. هنيجي هنا بقى دينيس سمكة السيوف.
هي على طول بتبقى مبططه كده؟ اه هي كده حجمها. مفيش منها مبروم؟ لا المبروم بتبقى تعابين مزارع. اه انما السيوف هي مبططه. اه السيوف دي طول عمرها كده يعني ومعروف. دي ايه شوك بقى بيبقى فيها شوك؟ شوك كلها كده لحم من هنا من مصر. والكيلو بيتباع ب 100 واحنا بنبيعه ب 80 جنيه. بتعمل ايه سمكه السيوف؟ شوي قلي صينيه كل خير ربنا. دي بتيجي برضو من القناه ولا منين؟ من القناره من العنبه. كله هنا شغل عنبه. يعني ده برضو من العنبك ده؟ اه كله ميه مالحه يعني. بسم الله ما شاء الله. 80 جنيه. 80 جنيه. هنيجي بقى هنا اوريك شويه سيلين مالهمش حاجه. اخر حاجه دي التجاره؟ تجاره؟ دي التجاره المبطرقه. بص يا باشا بعد اهي. طبعا ده موسم البطارخ بتاعها بقى. ايوه الموسم بتاعها. بكام الكيلو؟ 55 جنيه. طيب دلوقتي حاجه، في ناس لحد دلوقتي ما بتعرفش تفرق بين سمكه القاروص وسمكه اللوت، فبعد اذنك ممكن تمسك لنا سمكتين كده وتقولي للناس الفروقات بينهم؟ ده لوت. تمام. هات بس. هات الصغيره على ايه؟ ده القاروص. هما شبه بعض شويه. لا مش شبه، القاروص باين. في ناس بتتلخبط ازاي يعرفوها؟ يعرفها اهي القاروصيه اهي، القاروصيه باينه والنتايه. دي مخدره شويه، دي مخدره شويه، ودي دول. ودي فضي شويه مش كده؟ الاحلى ايه يا عم؟ والله الاثنين احلى من بعض، الاثنين احلى من بعض في الاكل. بس متهيألي العروس شبيهة شوية بالدنيس مش كده؟ في الطعم أحلى من الدنيس؟ آه أحلى من الدنيس بكتير طبعاً. والله 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 طعم جميل. بتبطرخ السمكة دي ولا؟ آه بيبطرخ. شهر إيه؟ كل السمك بيبطرخ في الشهر ده. أغلبية السمك يعني بيبطرخ في الشهر ده. السمك بيبطرخ. السمك بيبطرخ. ما شاء الله سمكة حلوة مبطرخة يعني. اللهم صل على النبي. تاكلي بطنه قبل ما تاكلي ضهره. ايه الاسماك اللي خلصت عندكم النهارده؟ اللهم صل على النبي. كان عندنا سجانه وخفاره وبوري كمال وهليلي وحارب. وهليلي الحارب خلص والحفاره والسجان والكلماري. ان شاء الله ربنا يوسع رزقك يا رب. عليك يا حبيبتي. في ناس بتجيلك من القاهره بقى؟ اه طبعا بيجوا. قالوا لي انت وقفتي ليه عن التصوير؟ قلت لهم ان شاء الله حبيبتي جايه. ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يوسع رزقك يا رب. ربنا يوسع رزقك. لحد امبارح واحد جه قال لي شفتك على قناه امي وهنونه. ربنا يوسع رزقك. ورقم الحاجه المشاهدين ورقم الحاجة أم حازم هينزل لكم دلوقتي على الشاشة علشان لو حد عايز اوردرات هي بتوصل بره. شكرا يا حاجة. بشكر المتابع القناة بتاعتنا يا رب ويصلح حالك. أشكر كل الحبايب اللي بتجيني من طرف إن شاء الله. الله يخليك. ربنا يوفقك ويرضيك. الله يخليك يا حاجة. ألف شكر يا حاجة. ألف شكر يا حاجة. شوف كرم الدنيا في الشعب ده وقد إيه أصيل. واللي تلاقي فين في الدنيا زي اهل السويس. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم ويكون في افاده ليكم ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب سنه سعيده عليكم ان شاء الله جميعا. ان شاء الله انتظرونا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.